السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الفرقة الثانية قسم الصيدلة الإكلينيكية كلية الصيدلة جامعة سوهاج. مرحبا بكم في محاضرة جديدة في الفارماكولوجي 1. طبعا معكم الدكتور محمد مصطفى البدر، أسوشيت بروفيسور فارماكولوجي، فاكولتي أوف ميديسن، أسيوط يونيفرستي. طبعا محاضرة النهاردة إن شاء الله في الفارماكولوجي أوف ذا أوتونوميك نيرفس سيستم. كنا بدأنا في الباراسمباثيك، خدنا الأجونست أو الباراسمباثوميميتك، النهاردة هناخد النص التاني. موضوع النهاردة إن شاء الله الباراسمباثوليتكس أو الكولينيرجيك بلوكينج دراجز أو الأنتي ماسكارينكس. دول هنلاقيهم بالظبط تماما عكس المجموعة اللي فاتت، مجموعة البارا سيمباسو مايميتكس. ايه الديفينيشن بتاعهم؟ طبعا دي دراجز بلوك الماسكارينك ريسبتور بتاعت الاستايل كولين، وغالبا في اليوجوال دوز نوت افكت النيكوتينك ريسبتورز. ايه الكلاسيفيكيشن بتاعتهم؟ في حاجات ناتشرال اوكيرنج الكالويدز، ودول بيبقوا تيرشري يعني هايلي ليبيد سوليبل، يعني بيعدي البلاد برين بارير، يعني ليهم سنترال افكت زي الاتروبين والسكوبولامين. سكوبولامين اللي هو الاسم التاني بتاعه هايوسين، وده الاسم التجاري بتاعه مشهور جدا اللي هو البسكوبان. ودول بيجوا ناتشرال من نبات اسمه نبات البلادونا، نبات ست الحسن. وليه سموه كده نبات ست الحسن؟ عشان كانوا بيستخدموا زمان القدماء كنوع من التجميل، يحطوه في الاي فيعمل مدرياسز، يوسع البيوبل فيدي نوع من الجمال في العين. السنسيتك والسيمي سنسيتك دول بنقسمهم الى مجموعتين، مجموعة تيرشري يعني بتعدي البلاد برين بارير، تشمل المجموعة بتاعت الباركنسونيزم اللي هي البنزوتروبين والبروسايكليدين وغيره، وفي مجموعة في الاي زي الاتروبين سايكلوبنتوليت تروبيكامايد، في مجموعة في علاج البيبتيك ألسر البايرنزبين والتيلانزبين. في المجموعة التانية كواتيرنر يعني متعديش البلاد برين بارير، تشمل المجموعة بتاعت الأزمة اللي هي الإبراتروبيوم وأخوه التايتروبيوم، وفي الأدوية اللي بتستخدم كاسبازموليتك زي البروبانسلين والجلايكوبايروليت. يا ترى ايه الميكانيزم اكشن بتاعتهم؟ طبعا بلاهم ان هم كومبيتيتيف بلوكينج للماسكارينيك ريسبتور بتاعت الاستايل كولين. كلمه كومبيتيتيف بلوكر ليها اسم تاني جميل ما اعرفش كم مره عليكم في الديناميك، اسمه سيرماونتابل. يبقى لفظ مهم خلي بالكم منه، يبقى دول سيرماونتابل بلوكر. نون سيرماونتابل يعني الريفرسابل او نون كومبيتيتيف، لا هنا دول سيرماونتابل. ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الاتروبين اللي هو الستاندر بتاعنا؟ زي ما خدنا الاستايل كولين كستاندر هناك، هنا ناخد الاتروبين كستاندر. طبعا بلاقي الاكشن بتاعه عكس الاستايل كولين تماما. لو انت مذاكر الاستايل كولين هتغمض عينيك وتعكس كلامه وتقوله مع الاتروبين، بس يمكن السي ان اس هو اللي مختلف شويه، لان الاستايل كولين ما كانش ليه سنترال افكت، لان زي ما عارفين الاستايل كولين ده كواتيرنري. فيا ترى بيعمل ايه في السي ان اس؟ على حسب الدوز. الثيرابيتك دوز بتعمل مايلد ستيميليشن للميدلري سنتر. في عندنا تو سنترز، الفيجال سنتر والريسبيراتوري سنتر. ستيميليشن للفيجال سنتر هيعمل برادي كارديا، ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر هيعمل لي ايه؟ يزود الريت والديبس اوف ريسبيريشن. ده السنترال اكشن. لكن على فكره في بريفرال اكشن نتيجه لقفل ليه الماسكارينك ريسبتور، قفل ام 2 اللي في الهارت وقفل ام 3 اللي في البرونكاس. فالبريفرال اكشن ممكن يبقى زي السنترال او عكسه. فبالنسبه للفيجال هنا العكس، انما للريسبيراتوري زي بعض بيكملوا بعض. طب لو زودنا الدوز مودريت دوز لقيناها بتقلل التريمور والراجيديت بتاعت الباركنسونيزم، وفعلا عشان كده هذه الادويه بتستخدم في علاج الباركنسونيزم. لكن التوكسيك دوز بقى بتعمل ماركت ستيميليشن للسي ان اس، بيبان في صورة اكزايتيشن، انسومنيا، ريستلسنس، هالوسينيشن، كونفولجنز. طبعا اي ستيميليشن
فولود باي ديبريشن، من كتر الاستيميليشن النيورون بتتعب فيحصل ديبريشن، وده ممكن يؤدي الى ديث ديو تو ميدالاري باراليسيس. يبقى ده بالنسبه للسنترال اكشن، اتفقنا؟ يبقى السنترال اكشن الثيرابيوتيك دوز هتعمل شويه، قلنا في الميدالاري سنتر استيميليشن ليها، فبلاقي شويه برادي كارديا بيبان في الاول خالص، وليتر اون تاكي كارديا عشان البريفرال اكشن. الريسبيريشن بيزيد الريت والدبس اوف ريسبيريشن، سنترال وبريفرال اكشن الاثنين زي بعض. مودريت دوز بتقلل التريمور والراجيدي بتاعت الباركنسونيزم. توكسيك دوز بتعمل ماركت سي ان اس ستيميليشن فولود باي ديبريشن. على الاي عكس الاستايلوكولين، فاكرين الاستايلوكولين كان بيعمل ايه؟ غمض عينيك وقول عكسه على طول. الاستايلوكولين يا جماعه كان بيعمل مايوز عشان بيعمل كونتراكشن للكونستريكتور، ده هيعمل ايه بقى؟ باراليسيس للكونستريكتور، فالدايليتور تاخد راحتها فتعمل ايه؟ باسيف ميدرياسيس، تبقى البيو بتاعتي واسعه، مش هقدر مش هقدر استحمل اضاءه، فيحصل الفوتوفوبيا، اغمض عيني على طول. الماكسيمم ريسبونس بيظهر بعد 30 او 40 دقيقه ويستمر 5 ل 6 ايام، ده في حاله الاتروبين. يبقى هذه الادويه ممكن استخدمها كميدرياتيك لو محتاجه، بس عايز حاجه تكون شورت اكتنج. اوكي، يبقى دي اول حاجه بتعمل ميدرياسيس، باسيف ميدرياسيس عشان باراليسيس للكونستريكتور. تعال نشوف السيلير ماسل، استايلوكولين كان بيعمل كونتراكشن للسيلير ماسل فيعمل سايكل سبازم او سبازم في اكوموديشن او فيكسيشن فور نير فيجن، ده العكس بقى، باراليسيس للسيلير ماسل فيعمل حاجه اسمها سايكل بليجيا او باراليسيس في اكوموديشن والاي لينس فيكسد للفار فيجن. ايه كمان؟ الاستايلوكولين كان بيقلل انتر اوكرا بريشر فيستخدم في علاج الجلوكوما. اي نعم كان في شويه انيشال انكريز، لا ده بقى ايه بقى؟ في الاستايلوكولين كان بيعمل انيشال انكريز حاجه مهمله زي ما قلنا، فولود باي بريزيستنت ديكريز في الانتر اوكرا بريشر، وبالتالي يساهم في علاج الجلوكوما. دول بقى العكس بقى، بيزودوا الانتر اوكرا بريشر ازاي؟ عن طريق اوبستراكشن للدرينج. المدراس اللي بيعملوه بيعمل كراودنج في الانجل، فايه؟ يقلل الدرينج فيزيد الانتر اوكرا بريشر، وبالتالي كونترا انديكيتد بالذات في النارو انجل جلوكوما. لو واحد نورمال انتر اوكرا بريشر مالهوش سيجنيفيكانت افكت، وبرده لو اوبن انجل جلوكوما سيجنيفيكانت انكريز في الانتر اوكرا بريشر از انيوجوال. يبقى لو اوبن انجل جلوكوما مفيش خوف قوي، لو نورمال مفيش خوف خالص، لكن لو نارو انجل جلوكوما مشكله كبيره. اوكي، ايه كمان في الاي؟ هناك كانوا بيخلوا يزودوا كل السكريشن، يزودوا اللاكريميشن، ده بقى بيقلل اللاكريميشن، يعمل دراي او ساندي اي. على الكارد فاسكولار لسه قايلين هارت ريت، قلنا في عندي برادي كارديا في الاول بتبان في السمول دوز حاجه انسيجنيفيكانت، لو مديه رابيد اي في مش هتبان، لكن المين اكشن هو التاكي كارديا عشان قفل ام 2 اللي في الاس اي نود، ماشي؟ بالذات في اليانج ادلت بيبقى تاكي كارديا واضحه جدا عندهم اكتر من الالدر والانفانت. يبقى ده الهارت ريت، يبقى الاساس هو تاكي كارديا. البراديكارديا ممكن تبان في الاول او ما تبانش، المين اكشن هو تاكيكارديا، يبقى هذا الدواء كسايد افكت اقول تاكيكارديا، كيوز علاج براديكارديا، واضح؟ عشان ما يحصلش اي لبس او اي لخبطه. على البلاد فيزلز هنا بقى حاجه غريبه اكسبشن يا جماعه. الاستايل كوني كنا قلنا عليه ان هو بيعمل فاز دايليتيشن، ان بيطلع الاندوسينيوم درايفد ريلاكسنج فاكتور فيعمل فاز دايليتيشن على البلاد بريشر. ده بقى متوقعين منه كنا ايه؟ فاز كونستريكشن ويزود البلاد بريشر، لا الكلام ده مش موجود هنا. هنا بقى بيقول لي الاتروبين ليه انسيجنيفيكانت افكت على البلاد فيزلز والبلاد بريشر، يعني تاثيره على البلاد فيزلز والبلاد بريشر حاجه انسيجنيفيكانت. اوكي، لكن بيلغي لي الفازو دايليتيشن بتاع مجموعه الاستايلوكولين اللي سببه اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، يبقى كومبليتلي كاونتر اكت. كاونتر اكت يعني يعادل البريفرال دايليتيشن والهايبوتنشن اللي سببه مجموعه الكولين استرز. نيجي بقى الحاجه الغريبه بقى، التوكسيك دوز بتاعت الاتروبين وممكن النورمال دوز في الجامعه الهايبر اكت بتعمل فاز دايليتيشن زي ايه؟ زي الاستايلوكولين. يبقى حاجه غريبه بقى، بالذات الكوتينيوس فيزلز اللي بتاعت الجلد بتاعت الايدين والوش، في الواحد وشه يحمر، يعمل حاجه اسمها اتروبين فلاش. من الحاجات المميزه مع الاتروبين عند بعض الناس بالذات لو اطفال او ناس الرياكشن عندهم قوي شويه او الدوز زادت شويه،
40/10. يا ترى ايه السبب ده؟ ايه السبب بتاع الحكايه دي؟ مش معروف بالظبط، لكن في احتماليه. ممكن يكون دايركت باس دايركت افكت ان ريليتد لقفل الام 3، او كنوع من الكومبنسات الميكانيزم زي ما قلنا ان هو بيقلل كل السكريشن فبيقلل السويتنج، فالواحد يبدا جسمه يسخن يحصل اتروبين فيفر، فنوع من الكومبنسيشن يحصل كوتينس باس دايليتيشن عشان يحصل منها راديشن للهيت، يبقى كنوع من الكومبنسيشن. دول التفسيرين بتوع ايه سبب الكوتينس باس دايليتيشن والاتروبين فلاش. السموث باسل الجي اي تي عكس اللي هناك، عكس الاستايلكولين. الاستايلكولين كان بيعمل كونتراكشن، يزود التون والموتيليتي، يعمل لي ضياريه، بستخدمه لو في شلل في الامعاء، لو في باراليت كيلز بستخدمه. انما ده بقى العكس، بيقلل التون والموتيليتي، ده يعالج الضياريه، يعمل كسايد افكت كونستيبيشن، صح، يقلل السبازم، اي سبازم يقلله. اكتر مجموعه بتستخدم كسبازموليتيك هي هذه المجموعه، لكن السباز بتاع المورفين ما يعرفوش يصلحوه، النيتريت هو اللي يعرف ايه، النيتريت والسايفلين هم اللي يصلحوه. يبقى بيقلل التول موتيلي تحت الجي اي تي وسبازموليتيك افكت، مضادات التقلص، وات ايفر الكوز بتاع التقلص ده، سواء في الجي اي تي او في اليورينر او في اليوترس، اكتر ادويه بتستخدم. اوكي، طبعا ممكن يعمل كونستيبيشن كسايد افكت، هناك كانوا بيعملوا دايريه مجموعه استايلكولين، ده العكس. اوكي، لكن الحاجه الوحيده المشكله عنده البيليار سباز بتاع المورفين ما يعرفش يصلحه، اللي بيصلحوه النيتريت والسايفل. على البرونكيال عكس اللي هناك، هناك كانوا بيعملوا كونتراكشن البرونكس، برونكو كونستريكشن، ويزود البرونكيال سكريشن، كانوا كونترا انديكيتد في الازمه مجموعه استايلكولين، ده العكس، ده برونكو دايليتيشن بس عنده مشكله انه بيقلل البرونكيال سكريشن جامد، اتروبين بيقلل البرونكيال سكريشن جامد، فعشان كده ايه مش مفضل. وفي الأزمة مش مفضل، بنفضلهم في السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف، كرونيك اوبستراكتيف بالمونر ديز. بيقول لي الافكت بتاعهم ليه بقى البيتا تو اجونست احسن منهم، ان فيهم مشكله. بيقول الافكت بتاع النون سيلكتيف انتي ماسكارينك في علاج السي او بي دي بيبقى ليميتد. ليه؟ بيعملوا بلوك للاوتو انهبيتوري ام 2 ريسبتور الموجوده في البوس جانجليونيك باراسمباثيتك نيرف، فدي تلغي البرونكو دايليتور افكت اللي سببه القفل الام 3 اللي في الايرواي. يبقى قفل الام 2 اللي في البوس جانجليونيك سمباثيتك نيرف هتلغي البرونكو دايليتيشن اللي سببه القفل الام 3، فعشان كده ايه الافكت بتاعهم ايه، بالذات المجموعه النون سيلكتيف، بالذات المجموعه النون سيلكتيف يا جماعه، زي الاتروبين مش مستحب، لكن لو خدت واحد سيلكتيف على ام 3 هيبقى ممتاز. يبقى خلي بالي مين الاروع هنا، الا واحد سيلكت على ام سي، اتروبين مش مستحب في الازمه خالص، ولا سي او بي دي باخد زي ما اقول لكم على شويه ابره تروبيا مطايه تروبيا مور سيلكت على ام 3 عشان اتجنب قفل ام 2، ان قفل ام 2 ده مشكله، فخلي بالي من هذه النقطه مهمه جدا. يبقى البنفيت بتاعت ام 3 قفل ام 2 مشكله. على اليورينر عكس اللي هناك، هناك كان مجموعه استايلكولين كان بتعمل كونتراكشن وزود التون موتيليتي، فكانت ايه بستخدمها الناس اللي عندها ايه يورينري ريتينشن، ده بقى العكس، ريلاكس السموز موس بتاعت اليوريتر والبلادر وكونتراكشن السفنكتر فتعمل يورينري ريتينشن. على اليوترس نو سيجنيفيكانت افكت. نشوف بعد كده تاثير على السكريشن، زي ما شفنا استايلكولين بيزود كل السكريشن، استايلكولين استايلكولين بيخلي الواحد يخر من كل مكان، لاكريميشن سلايفيشن سويتنج، يزود البرونكيال سكريشن، يزود الجاستريك سكريشن، عشان كده كونترا انديكيتد في البيبتيك ألسر، ده بقى العكس بقى اعكس كل حاجه، ينشف كل حاجه، يخلي كل حاجه دراي، دراي اي دراي سكين دراي ماوس، كل حاجه يعملها يخليها دراي، فبيقلل السويتنج. طب ايه رايكم في السويتنج ده في الصيف؟ ده جميل قوي السويتنج في الصيف ده يا جماعه، بيلطف درجة حرارة الجسم. يبقى انا لو منعت عنك السويتنج في الصيف يبقى مشكلة، ممكن يحصل لك ايه درجة حرارة تزيد، يحصل حاجة اسمها اتروبين فيفر، بالذات الاتروبين فيفر اكتر لو لارج دوز او في الشيلدرن، فمشهور قوي ناس تاخد اتروبين الاقي درجة حرارتها زادت. اوكي، على السليفري بيعمل دراي ماوس او بيعمل زيروستوميا،
هناك مجموعة الأستايلوكينين كانوا بيعالجوا الزيروستوميا، ده يعمل زيروستوميا، بيقلل اللاكريمال سكريشن، يعمل دراي اي او بيسموها ساندي اي، البرونكيال سكريشن بيقللها، دراينس للسكريشن يبقى مشكلة، يبقى انا لو عندي شوية ميوكاس عايز اطلعهم هيبقوا دراي سك، هلاقي صعوبة ان اطلعهم. الجاستريك سكريشن كلها بيقللها، سواء فوليوم او اتش سي ال او بيبسين او مايوسين، وده جميل في البيبتيك ألسر. هناك كانوا كونتر اندكيت في البيبتيك ألسر، دول بيستخدموا في البيبتيك ألسر بعض الانواع ولو انهم مش مستحبين، لان في احلى منهم والافضل منهم في البيبتيك ألسر هما الاتش 2 انتاجونست والاقوى جدا بروتون بامب انهبيتورز. طب باقي السكريشن البنكرياتيك والبايل والانتستاينال والملك، خلي بالك من الاربعه دول، بنكرياتيك والبايل والانتستاينال والملك، دول نوت سيجنيفيكانتلي افكتد، لان هم اندر كنترول للهرمونال رازر زان الفيجل. يبقى لو قلت لك ايه هي السكريشن اللي هي ليس افكتد، اربعه تعرفهم، البنكرياتيك والبايل والانتستاينال والملك، مهم جدا. تعالى نتكلم عن الثيرابيوتيك يوز بتاعت الاتروبين والسبستيوت بتاعته. يعني ايه سبستيوت؟ يعني البدائل او المشتقات. يا ترى مين الافضل تفتكره؟ غالبا السبستيوت بيبقوا مفضلين في حالات كتير على الاتروبين. ايه الاجابه؟ لان بيبقوا مور سيلكتيف على اورجان معين، وبالتالي ليس سايد افكت زي الاتروبين، لكن في بعض الحالات بحتاج فيها ايه استخدم اتروبين. اول استخدام في الجي اي تي لسه قايلين في البيبتيك ألسر، باخد البايرنزبين والتيلنزبين، دول سيلكتيف ام 1 بلوكر في المينتريك اوتونوميك جانجليا، وبالتالي بيقللوا اتش سي ال سكريشن، ميزتهم لسه سايد افكت زي الاتروبين. اوكي، طبعا لما اقول بيبتيك ألسر يعني اي ألسر بسبب الاتش سي ال، ممكن تبقى في الديودينم او تبقى في الاستومك، يبقى تشمل جاستريك وديودينال. هنا بستخدمه في الديودينال ألسر ولا الجاستريك ألسر؟ في الديودينال بس، ممنوع في الجاستريك ألسر. ليه؟ عشان بيقلل الموتيليتي، وبالتالي بيزود التايم اوف كونتاكت ما بين الالسر والاتش سي ال، وبالتالي يزود السيمتومز. يبقى بيبتيك ألسر تشمل اي ألسر حتى لو في الماوس بسبب الاتش سي ال، اسمه بيبتيك ألسر. الناس اللي عندها ريجارجيتيشن جاستروسوجيال ريفلكس، اتش سي ال بيطلع في الماوس، ممكن يعمل ألسر في الماوس او في التانج، يبقى اسمه بيبتيك ألسر برضه. ممكن يبقى في الاسوفيجاس، ممكن يبقى في الديودينم، ممكن يبقى في الاستومك. يبقى بيبتيك ألسر دي اي ألسر بسبب الاتش سي ال في الميوكاس ميمبرين. اوكي، طبعا زي ما قلنا الاحلى منهم والاقوى منهم الاتش 2 انتاجونست والبروتون بامب انهبيتور، فعشان كده ايه اي نعمل بايرنزبين وتيلنزبين مور سيلكتيف، لكن ما حدش بيفكر ياخدهم دلوقتي في البيبتيك ألسر، عشان في الافضل منهم اللي هم الاتش 2 انتاجونست والاقوى منهم البروتون بامب انهبيتورز. تاني استخدام وده اكتر استخدام يا جماعه، كلنا خدناهم عشان to treat the spasm، anti spasmodic to treat the spasm whatever بقى السبب بتاعه، لو في الجي اي تي او اليورينري او في كل انواع الايه، قلنا ما عدا بس البليار سباز بتاع المورفين ما يعرفوش يصلحوه. مين اللي بيستخدمه؟ اتروبين او سكوبالامين. زي ما قلت لكم السكوبالامين اللي هو البسكوبان اللي هو الهايوسين، كلنا خدنا السكوبالامين سواء كنا اطفال صغيرين او كبار. اي حد بيجي له كوليك او سباز بياخد على طول جري على البسكوبان او السكوبالامين، فكل السبازموليتك ينتموا لهذه المجموعه. في كواتينر سينثيتك زي البروبانسلين، جلايكوبايروليت، اوكسيفينونيوم. يبقى ده اكتر واهم استخدام. يبقى لما اقول لك ايه اكتر استخدام للانتي ماسكارينك تقول لي على طول انتي سبازموديك، يعني كلهم صح، لكن اكتر استخدام كلنا بيجي لنا سبازم، لكن مش كلنا بيجي لنا بيبتيك ألسر ولا باركنسونيزم ولا الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. بس ده كمان في الاريتابل باول سيندروم لو في شويه دايريه وسبازم، ان الاريتابل باول سيندروم اللي هو القولون العصبي ممكن يبقى فيه دايريه او كونستيبيشن زائد سبازم حسب النوع، في دايريه وفي كونستيبيشن. هنا لو في دايريه وسبازم ممكن اخدهم. في الترافلر دايريه، ايه الترافلر دايريه دي يا جماعه؟ دايريه بسبب تغيير الميه، لما اجي اسافر الميه بتختلف. طبعا ايه السبب بقى في الدايريه؟ اختلاف الاستريم بتاع الايكولاي، متعود على الايكولاي عندي موجود، لكن لما بروح مكان جديد ميه جديده فيها سترين من ايكولاي مختلف، فيحصل شويه دايريه اول يومين ثلاثه، اسمها ترافلر دايريه، غالبا سيلف ليميتد، ممكن ندي فيها هذه المجموعه. اوكي، نيجي بقى، احنا قلنا بيعملوا ايه في السلايفيشن؟ بيقللوه، فاستخدمها في ناس عندها سلايفيشن كتير. يعني ايه سلايفيشن كتير؟ اسمها سيالو جوجو، ممكن يبقى سببها ادويه او هيفي ميتال بويزنينج، او في حالات الباركنسونيزم بيبقى فيه
سالايفيشن كتير او بيسموها سيالو جو جو. تعال نشوف تاني استخدام ليهم على الاي. قلنا بيعملوا ايه في الاي؟ حاجتين، ميدرياسيس يوسعوا البيوبل، وبالتالي اقدر ابص على قاع العين اللي هو الفندس اكزامينيشن، وبيعملوا سايكلوبليج يعني باراليسيس للسيليار ماسل. احيانا بحتاج حاجه من الاثنين دول، فتعال نشوف ايه هي الحاجات اللي محتاج فيها الحاجات دي. رقم واحد ديورنج الفندس اكزامينيشن، ايه الفندس ده؟ اللي هو الفندس بتاع الاي اللي هو فحص قاع العين، يعني ابص على الريتنا والاوبتيك ديسك. عشان ابص على الريتنا والاوبتيك ديسك محتاج اوسع البيوبل اعمل ميدرياسيس، بس العيان هوسع له وابص عليه واقول له روح. يبقى هنا اخد شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ اخد شورت اكتنج، اخد التروبيكامايد رقم واحد البيست بدون نقاش. لو جالي التروبيكامايد على طول لان اقل ديوريشن، ثم السايكلوبنتوليت البديل بتاعي. ايه كمان بيقول؟ الانتي ماسكرين دراجز يوزد اف سايكلوبليجيا از انديكيتد ويز ميدراسيس او لونج افكت از نيدد. اوكي، اذروايز ممكن اخد الشورت اكتنج الفا 1 اجونست زي اللي الفينايل افرين. الفينايل افرين لما ناخده في السمباثيك برضو ميدراتيك، يبقى دول باخدهم لو محتاج ايه سايكلوبليجيا مع الميدراسيس. اوكي اوكي رقم 2 فور اكوريت ميجرمنت للريفراكتور ايرور ان انكوبراتيف بيشنت، لتحديد عيوب الابصار بدقه في الجماعه الغير متعاونين. واحد راح يعمل كشف نظر عشان وظيفه مثلا، يقول لك انا معاق ما بشوفش، فتقول له شايف العلامه دي؟ مش شايف، مش شايف، مش شايف، وما تعرفش بقى اذا كان شايف ولا مش شايف. لا هنا ايه دلوقتي طبعا الكمبيوتر بيحدد لنا، لكن قبل الكمبيوتر كنا ايه محتاجين مساعده هذه الادويه اللي ايه لتحديد عيوب الابصار بدقه. رقم 3 بقى لما يكون في انفلاميشن بقى عندي في الايريس ايرايتس او يوفيايتس. ايه يوفيايتس دي؟ يوفيايتس مينز انفلاميشن في الايريس والسيليار بادي مع بعض، اسمهم يوفيايتس او اليوفيال تراكت كلها بالسكليرا كمان. اوكي بقى لما في ايتس بقى ايرايس ويوفيايتس، اوكي فده ممكن ايه نتيجه الانفلاميشن بتحصل ايه اديهيجنز التصاقات ما بين الايريس والاستراكشر اللي ورا اللي هو اللينس او الاستراكشر اللي قدام اللي هي الكورنيا او بيسميها ساينيكيا او اديجنز. هنا باخد مره ميوتيك ومره مدرياتيك تو بريك الاديجنز، ماشي. وثانيا هنا محتاج لونج اكتنج، زي هنا باخد مين؟ الهوماتروبين. يبقى لو في اي رايتس محتاج لونج اكتنج، اكزامينشن محتاج شورت اكتنج. نيجي بقى الادويه المهمه بقى اللي ممكن استخدمها في الاي بالديوريشن بتاعتها حفظ كلها. اتروبين من 5 ل 6 ايام، سكوبالامين 3 ل 7 ايام، هوماتروبين 12 ل 24 ساعه، سايكلوبنتليت 3 ل 6 ساعات، تروبيكامايد رائع جميل ربع ساعه الى ساعه، فده احلى واحد لو راح اعمل فندس اكزامينيشن. البديل بتاعها كمان الفينايل افرين اللي هو الفا 1 اجونست. استخدام ثالث في ريسبيراتوري سي او بي دي والبرونكيال ازمه، باخد الاتروبين؟ لا ما بحبش الاتروبين، بحب الابراتروبيام والتايتروبيام. التايتروبيام ايه ميزته على الابراتروبيام؟ ان هو لونج اكتنج 1، ودول على فكره بيستخدموا باي انهيليشن هما الاثنين. طبعا البيتا تو اجونست تزال رقم واحد، البيتا تو اجونست لما ناخدها في السمباثيك هي رقم واحد ده. لكن السي او الانتي ماسكارينيك الابراتروبيام والتايتروبيام احسن في حالتين. الحاله الاولى اللي هي النون الرجيك ازمه، ان البرونكيال ازمه 90% الرجيك و10% نون الرجيك. ال10% النون الرجيك ديت بيبقى الباراسمباثيك تون عالي شويه والاستايل يكون عالي شويه، فهذه المجموعه بتبقى ممتازه. وهي كمان السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يبقى الحالتين دول بنفضل فيهم الابراتروبيام والتايتروبيام على البيتا تو اجونست. ايه ميزاتهم على الاتروبين؟ ليه بنفضلهم على الاتروبين؟ اولا ميوز باي انهيليشن، وبالتالي ليس سيستميك سايد بتاعت الاتروبين، ما بيعدوش البلاد برين بارير وبالتالي مش هيتعبوا السي ان اس. نوت افكت الميوكوسيليال كليرانس، الاتروبين انهبت الميوكوسيليال كليرانس. ايه الميوكوسيليال كليرانس؟ في الريسبيراتوري باس واي في سيليا بتطرد الميوكس، الاتروبين بيوقف الوظيفه دي فالميوكس بيتراكم. هذه المجموعه الابراتروبيام والتايتروبيام نوت افكت هذه الفانكشن. اوكي الدراينس البرونكيال سكريشن اقل، يبقى اربع ميزات ليهم بيخلينا افضل ابراتروبيام والتايتروبيام عن الاتروبين في هذه الحالات بالذات سي او بي دي والنون الرجيك ازمه. في حاليا بيقول الجلايكوبايروليت حاليا افيلابل باي انهيليشن مرتين في اليوم في علاج السي او بي دي، جميل قوي.
في بقى دوايين جداد، اكليدينيوم والام اكليدينيوم، دول انالوج للاتروبين برضو يوزد باي انهيليشن في السي او بي دي الون او مع اللونج اكتنج بيتا تو اجونست. يبقى مهمين الدوايين دول نعرفهم، اكليدينيوم والام اكليدينيوم، الاثنين دول يطلعوا ايه؟ لونج اكتنج، نيو لونج اكتنج من مجموعة الانتي ماسكارينك يوز باي انهيليشن في الايه؟ في الازمة، في سوري مش الازمة، سي او بي دي وليس الازمة. بيقول الاتروبين والانالوج بتاعته بستخدمها بقلل بيها السكريشن في الابر واللور سبيراتوري تراكت، بالذات ايه في حالات الايه؟ الراينايتس وحالات الهي فيفر اللي حمى القش والكرايزة، يعني الانفلونزا والحاجات دي ايه؟ بيقلل شوية السكريشن. ده جماعة ابراتروبيا اسم التجاري بتاعه اتروفنت، وزي ما انتم شايفين بخفة انهيلر وايد اليوزد في سي او بي دي بالذات والنون الرجيك ازمة. تعال نشوف كارديفاسكولار، هنا بقى بنفضل اتروبين، هنا معلش بنفضل اتروبين. بيعمل ايه الاتروبين؟ قلنا في الهارت بيزود الهارت ريت، قلنا اي نعم في انيشال بريديكارديا نهملها، لكن الاكشن الاساسي هو التاكيكارديا، زاد بيزود الايفين وده الكوندكشن، فبستخدمه في حالات الكوندكشن ضعيف والريت ضعيف، يعني في علاج البريديكارديا وعلاج الايفي بلوك. ايه سبب الايفي بلوك؟ ممكن يكون ديجوكسين توكسيستي او اكيوت مايكوديال انفاركشن. ايه سبب البريديكارديا؟ برضه ديجوكسين توكسيستي او حاجه اسمها هايبر سنسيتيف كاروتيد ساينس سيندروم. ايه الهايبر سنسيتيف كاروتيد ساينس سيندروم ده؟ بعض الناس عندهم في منطقه النك كده فوق الكاروتيد ارتري كده، المنطقه اللي هنا ديت اللي في النك بتبقى سنسيتيف شويه، وهو بيحلق دقنه وهو بيلبس الكرافته، حد يلمسه هنا لو الكاروتيد ساينس ده سنسيتيف شويه، فيجال استيميشن جامد، يحصل سيفير براديكارديا وممكن سينكوب اغماء، ممكن يموت. عشان كده انت بتضرب حد بعد عن منطقه النك دي خالص. لو حصل تسيس سينكوب او السندروم عليك ان بدي مين؟ الاتروبين. الجديد بقى والجميل لينا بعض حالات الجريفز ديز للهايبر سيردز وحالات الدايليت كارديوميوباسي، وفي مرض اسمه شيجز ديزيز وده كوزد باي حاجه اسمها تريبانوسوما كروزاي، ودي واحده من البارازايت. لينا ايه بقى في الحالات دي كلها؟ في عندنا اوتو انتيبوديز اجينست الاكسترا سيريال لوب بتاع الكاردياك ام 2 ريسبتور، يبقى في انتيبوديز بيجي يمسك لي في الام 2 ريسبتور، فبيعمل ايه بقى؟ استيميليت الريسبتور، يديني بارا سمباسوم ميميتك اكشن على الهارت، فبالتالي ممكن يعمل اتريال فايبريليشن. طبعا اتروبين بلوك الكلام ده، يبقى ده استخدام جديد نخلي بالنا منه للاتروبين، مهم جدا 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 جدا. ندخل على سينس، مرضين عندنا باركنسونيزم، طبعا عندنا مجموعه الليفو دو هي رقم واحد ان شاء الله، هي البيست لما ناخدها ان شاء الله في سينس، لكن دول مجموعه طبعا باركنسونيزم سبب نقص في الدوبامين او زياده في الاسيتايلكولين. فهنا هستخدم الانتي ماسكارينك على اساس ان ايه؟ ممكن يكون زياده في الاسيتايلكولين. مين اللي بستخدمه؟ البنزوتروبين تراي هيكسفينيدايل والبروسايكليدين، طبعا اضعف من الليفودوبا لكن ممتازين جدا في علاج الباركنسونيزم اللي سببه الانتي سايكوتيك دراجز او العيان اللي عنده هيستوري اوف سايكوزس، لان الليفودوبا في هذه الحاله كونترا انديكيتد، يبقوا في هذه الحاله ممتازين جدا، يبقى بستخدمهم في علاج الباركنسونيزم اللي سببه الانتي سايكوتيك دراجز او بيشنت ويز هيستوري اوف سايكوزس. موشن سيكنس، باخد هنا السكوبولامين يا اما اورال انجكشن يا باتش، مفعول الباتش ده بيقعد يومين لثلاث ايام جميل قوي، بستخدمه كبروفلاكس اجنست الموشن سيكنس. ده مرض الدوار، ممكن واحد بيركب عربيه بيركب مركب طياره يجي له مرض الدوار، قبل الرحله بساعه او ساعتين ياخد السكوبولامين. في حاجه غير السكوبولامين؟ في بعض الاتش 1 انتاجونست الفيرست جينيريشن اتش 1 انتاجونست هتاخدهم ان شاء الله في الاوتاكويد زي الدايفين هيدرامين ومجموعته، مش كل الاتش 1 انتاجونست بعضهم. استخدام تاني بري انستيك ميديكيشن قبل العمليه ليله العمليه، مين اللي باخده؟ اتروبين سكوبولامين جلايكوبايرولين. ليه؟ ايه الميزه؟ طبعا اثناء العمليه يا جماعه وانا بدخل التيوب وادويه الانستيزيا بتزود لي السكريشن جامد، فايه رايكم لو كنا واخدين مجموعه الاتروبين دي؟
هتقلل السكريشن بالذات البرونكيال والسليفري، وبالتالي ايه هقلل السلايفيشن والبرونكيال سكريشن اللي بيزيدوا بسبب حاجتين، يا اما ادويه الانستيزيا يا اما الاندوتراكيال انتوبيشن اللي هي الامبوبه الحنجريه. ايه كمان؟ برضو ادويه الانستيزيا ممكن تعمل استيميشن للفيجاس. يا خبر ابيض، ده لو الفيجاس حصل له استيميليشن اثناء العمليه يعمل لي براديكارديا وهارت بلوك، فرايكم في الاتروبين بلوك؟ الكلام ده بيحمل هارت من البراديكارديا والهارت بلوك. لو قدامي اتروبين وسكوبلامين اخد مين؟ بيقول لي خد السكوبلامين. خد السكوبلامين ليه بنفضل السكوبلامين عن الاتروبين؟ بيقول لي السكوبلامين بيعمل سي ان اس ديبريشن، الاتروبين سي ان اس ستيميليشن. اثناء العمليه انت محتاج ديبريشن، يبقى بنفضل لو قدامي سكوبلامين او اتروبين هفضل سكوبلامين. طب ايه الفرق ما بين السكوبلامين والاتروبين؟ انا عايز حاجتين يا جماعه، عايز اقلل السكريشن وعايز اعمل بلوك الفيجاس. لقينا كل واحد قوي في حته، سكوبلامين مور افكتيف في موضوع السكريشن لكن ضعيف شويه في الفيجاس، الاتروبين قوي في الفيجاس بلوك الفيجاس لكن ضعيف في السكريشن. اوكي، يبقى كل واحد ليه ميزه وليه عيب، عشان كده احلاهم الجلايكوبايروليت. لو ما عندكش جلايكوبايروليت اتكل على الله وخد سكوبلامين مع انه ضعيف شويه في موضوع الفيجاس، بس هاخده عشان بيعمل سي ان اس ديبريشن نوت ستيميوليشن از اتروبين. استخدام اللي بعد كده كولينرجيك بويزنينج، تسمم بالمجموعه اللي فاتت، مجموعه ال باراسيم بس وميميتك، سواء دايركت او اندايركت، سواء ريفرسبل او ريفرسبل، واختاروا طبعا اللي هي مجموعه الاورجانو فوسفورس بويزنينج. فاكرين في علاج الاورجانو فوسفورس بويزنينج قلنا مين؟ اتروبين. هنا باخد اتروبين يا جماعه، رقم واحد اتروبين والاوكزيمز. يبقى في علاج التوكسيستي بالمجموعه اللي فاتت، اوكي، بيصلح كل حاجه ما عدا النيورو ماسكولار باراليسيس، بيصلح الماسكارينك والى حد ما السنترال، لكن ما لهمش تاثير على النيورو ماسكولار باراليسيس. اوكي، فاكرين كمان وانا بعالج المايسينيا جريفز وانا بعالج التوكسيستي بتاعت الكومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز، انا كنت بدي نيوستجمين هو الاساس، لكن النيوستجمين كان بيعمل لي ماسكارينك سايد افكت مش عايزها، فادي معاه اتروبين لو العيان ما استحملهاش او ما حصلش تولرانس ليها، ادي اتروبين مع النيوستجمين تو بلوك الماسكارينك افكت اللي انا مش عايزه. الاستخدام اللي بعد كده هو اليورينري يوزس. في عندكم مكتوبين عندكم ست ادويه، يهمني دوايين بس اعرفهم كويس قوي، التول تيرودين والاوكسي بيوتينين، دول اهم دوايين عندنا، دول سيلكتيف ام 3 انتاجونست، بستخدمهم كسبازموليتيك. مش قلنا اي سبازم، باخد هذه المجموعه، نون سبيسيفيك، ريم ريلاكسنت افكت على اي سموز ماسل سواء يورينري او جاسترونتستينال او غيره. في الثيرابيتك دوز بيقلل السبازم بتاع الجاسترونتستينال والبيليري واليوريتر واليورين بلادر واليوترس، بس قلنا فاكرين ليس افكتيف ان يصلحوا البيليار سبازم بتاع المورفين. استخدام التاني في اليورينر يوز هي الاوفر اكتف يورين بلادر ديزيز. اوفر اكتف يورين بلادر ديزيز. استخدام تالت اليورين انكونتيننس، لما يكون في اليورين بينزل لوحديه كده، بالذات في ممكن يبقى بعض الاطفال تبول لا ارادي. طبعا ممكن استخدم هذه الادويه لو العيان رفض او مفيش استجابه، في عندي بديل جديد نعرفه مهم اسمه بوتولينيوم توكسين ايه. بوتولينيوم توكسين ايه ده توكسين بتاع بكتيريا كوليستريديوم بوتولينيوم، واحده من انواع الكوليستريديوم. لقينا ان سنجل انترا بلادر انجكشن ليه ممكن يبقى افكتيف لسيفرال مانس. ازاي بقى بيشتغل؟ المشكله في اللي بتساعد في اليورين انكونتنس هي الاي تي بي، فبيعمل حاجه من الاثنين، يا بيمنع ريليس على الاي تي بي يا بيقفل البيورينرجيك ريسبت بتاعت الاي تي بي الموجوده في اليوريس في الايه في الايبيثيليوم بتاع اليورينري سيستم. يبقى البوسبل ميكانيزم حاجه من الاثنين، يا بيمنع الكوريليز بتاع الاي تي بي مع الاستايل كولين، يا بيعمل بلوك للريسبت بتاعت الاي تي بي اللي هي اسمها بيورينرجيك ريسبتور. اليورينري ارجنسي استخدام تاني، ده ممكن يكون سببه ماينور انفلاماتوري بلادر ديس اوردر، تلاقي الواحد كل شويه جري عايز يروح على الحمام جري، بس خلي بالي ساعات السبب ممكن يبقى سيستايتس، يعني بكتيريال سيستايتس، في عندنا ايه بكتيريا، فلازم هنا محتاج انتي مايكروبيال، ما ينفعش لوحديه. استخدام الاخير ده غريب شويه، بيناين بروستيتك هايبرتروفي، ده هتلاقي بعد شويه المفروض كونتر اندكيتد،
لكن حاليا طبعا هو الاساس هنا هو الالفا انتاجونست او الالفا بلوكر زي البرازوسين والترازوسين زي ما نعرف. هنا في هذه الحاله برضو لو العيان عنده في انكريز اليورين فريكوانسي، عايز كل شويه يروح جري على الحمام والسيمتومز هنا زايده، فبديه مع الالفا انتاجونست بس مش لوحديه، يبقى بستخدمه حاليا في بعض السيلكتد كيس اوف بي 9 بروستاتيك هايبرتروفي مع الالفا انتاجونست، ولقينا ان ايه بيبقى بيقلل اليورينري فريكوانسي زان تريتمنت ويز الفا انتاجونست الون. في كلمه زان مكتوب عندكم زات، فصلحوا معلش تي لان. استخدام الاخير لمجموعه الانتي ماسكرينيك هايبر هيدروزيس اللي هي الاكسسيف سويتنج، واحد تلاقيه على طول كده عرق شديد قوي كل شويه، هدومه مليانه ميه، عايزين ايه نستخدم حاجه، فممكن نستخدم هذه المجموعه. نتكلم عن السايد افكت والتوكسيستي بناء على الكلام اللي احنا قلناه، الحاجات الوحشه اللي بيعملها، فاكرين قلنا بيعمل ايه؟ طبعا المعرض اكتر للسايد افكت والتوكسيستي هو الانفانت واليانج شيلدرن. اول حاجه مش قلنا كل حاجه بتبقى دراي سكين ودراي ماوس ودراي اي ودراي ثروت ساندي اي وايه كوتينيوس فلاشنج درجه الحراره ايه اتروبين فيفر عشان بيقلل السويتنج، الهارت ريت في تاكيكارديا الريسبيراتوري ريت بيزيد، اليورينري والجي اي تي ريتنشن للاثنين كونستيبيشن ويورينري ريتنشن. ايه كمان في الاي؟ زي ما قلنا في ميدرياسيس سايكلوبليجيا ديبلوبيا فوتفوبيا السي ان اس مع الحاجات التيرشري انيشال ستيميوليشن فول باي ديبريشن. اعراض الاستيميوليشن اللي قلناها قبل كده مع الاورجانو فوسفورس كومباوندز اكزايتيشن انسومنيا ريستلسنس تريمور هالوسينيشن كونفولجن، وزي ما اتفقنا اي ستيميوليشن از فولد باي ديبريشن ممكن نعمل ايه باراليسيز المدلري سنترز وتبقى مصيبه كبيره وتموت. في جمله جميله قوي بتلخص لي الساينس بتاع التوكسيس بتاع الاتروبين، بيبقى اللي عنده اتروبين توكسيس بيبقى دراي از ا بون، ناشف مثل العظم بسبب دراينس، بيلايند از ا بات، اعمى مثل الخفاش عشان الفوتوفوبيا والدبلوبيا اللي عنده، ريد از ا بيت، احمر مثل البنجر، شفت البنجر لونه احمر ازاي؟ فعشان كوتينس فلاشنج فتلاقيه ريد از ا بيت، ماد از ا هن، مخبول مثل الفرخه عمال يجري ويطلع ويتنطط عشان السي ان اس مانيفستيشن اللي عنده، هوت از ا هيل، مولع مثل الجحيم بسبب الاتروبين فيفر عشان قلل السويتنج. فدي جمله شعر جميله بتلخص لي اهم علامات التوكسيس بتاعت الاتروبين، دراي از ا بون، بي لايند از ا بات، ريد از ا بيت، مات از ا هن، هوت از ا هيل. علاج التوكسيستي بايه بقى؟ سيمتوماتيك هو الافضل على فكره، فيفر تديله انتي بيوتيك، كونفالجن تدي دايزيبام. طبعا لو الحاله سيفير هضطر اخد واحد من المجموعه الاجونست، قدام نيوستجمين وفايوستجمين، هاخد مين؟ زي ما قلنا قبل كده لازم اخد الفايوستجمين عشان يصلح لي البريفرال والسنترال مانيفستيشن، لو خدت نيوستجمين يصلح البريفرال بس، ولازم استخدمه في دوز صغيره وسلو اي في عشان بيعتبر خطير. ايه الكونترا اندكيشن؟ وكلها ريلاتيف يعني نسبيه ما هياش ابسوليوت بناء على الكلام اللي احنا قلناه. الجلوكوما قلنا بالذات النارو انجل بس، البناين بروستيتك هايبر بليزيا ولكن قلنا حاليا بيستخدم في بعض الكيسز، الجاستريك السر اي نعم بيستخدم في الديدنا لكن ممنوع في الجاستريك زي ما قلنا عشان بيقلل الموتيليتي فيزود تايم اوف كونتاكت، التاكيكارديا عشان بيزودها، الشيلدرن عشان معرضين اكتر للتوكسيك افكت. يا ترى ايه الفرق ما بين السكوبولامين والاتروبين؟ في كام فرق كده مهمين نعرفهم. السكوبولامين ليه سي ان اس ديبريسنت افكت على البرين انما الاتروبين بيعمل ستيميليشن. سكوبولامين ليه سترونج افكت على الاي وعلى السكريشن لكن ويك على الفيجاس والانتستين والبرونكس، وكمان سكوبولامين ينفع في البروفلاكسس بتاع الموشن سيكنس. بقينا اخر حاجه جانجليونيك ستيميلانت وجانجليونيك بلوكر، ودي مش مهمه للاطلاع اللي يحب ايه يطلع عليها، جانجليونيك ستيميلانت والجانجليونيك بلوكر. وثانك يو، نشكركم وبالتوفيق ان شاء الله.